اخوان اخوات السلام عليكم في حلقه جديده من البرنامج اللي مازال ما عرف سميتو. هذه سميت البرنامج كي جاتكم فتوحشتكم هذا الويكاند. كنتمنى يكون داز عندكم بخير وعلى خير. فكما قلنا من الاثنين للجمعه يكون البرنامج الويكاند كنضربوا بريكولات راكم. هذا هو الشعار ديالنا الويكاند كنضربوا بريكولات. فالمسائل مشات كما كنت يعني متوقع الحمد لله. شكرا بزاف على التفاهم ديالكم. يعني لي ديديكاس تكونوا في الكومونتير ديال الحلقه اللي قبل ولا درت لهم جيم هما اللي كيدوزوا في الحلقه اللي موراها واللي بقاو راه غيدوزوا في الحلقات اللي جايين. كيف في كلشي غادي يدوز كيبقى عندي داكشي مقيد. سمحوا لي درت هكذا راكم عارفين باش كلشي يدوز ان شاء الله وكلشي يمشي مقاد ومنظم. فاليوم عندي اغنيه ديال بختة كنهدي لكم كاملين بعدا نتوما اللي كتسمعوني. كنهدي الناس ديال الغربه، الناس اللي توحشوا الوالده ديالهم، الناس اللي توحشوا والديهم، الناس اللي توحشوا احبابهم، المغرب العربي كافه. فنبداو بالاهداءات. الحمد لله كاين اهداءات بزايد. انا كنفرح. خصكم تعرفوا واحد القضيه، كنلقى كومونتير ولا كنلقى ميساج قسما بالله كتشدني واحد الخلعه بحال اللي طالع اللاصين. ما نقدرش نوصف لكم، ما نقدرش نشرح لكم شنو هي هذه الخلعه، ولكن واحد الخلعه واحد ستريس ديال انك فهمتي واحد الحاجه كبيره كتحس بها، واحد الفيدباك ديال واحد الحاجه كبيره كتجيك من داكشي اللي كدير اللي هو ديجا بسيط. فحلقه خصها حلقه اخرى باش نشرح لكم هذا الاحساس هذا. سمحوا لي طولت عليكم. فعندنا يوسف الرشيديه كيهديها الفاتحه من تازه، خالد كيهديها الاحسان هجراني وكمال العساوي ومحمد ومساتي وخديجه ونعيمه، شي واحد المنطق سميتو مزيان يسمحوا لي. منصور زرمان زروال كيهديها الهواري والدراري ديال القصبه. يوسف كيهديها لكوزان ديالو نجوى سلامات وسعاد لافامين من زه. دعاء من باري كتهديها لمحمد كجيم. حسام من مكناس كيهديها للزوجه ديالو اميمه من الحاجب. امل من اسبانيا كتهديها للوالده ديالها في قنيطره وخالتها رشيده وولدها سفيان ورضا وكريم. عفوا امين ستوكهولم كيهديها للجمهور الرجاء البيضاوي. اسماعيل كيهديها لخو حمزه الحاتمي بمناسبه الزواج ديالو. مبروك عليك اخويا حمزه وبالرفاه والبنين ان شاء الله. فمهدي من كازا كيهديها لشيماء فاس. وعندنا امين كيهديها لياسمينة بالرباط وكيتمنى لها التوفيق في الحياه ديالها. وهذه في خاطر الخواطر وغنقولوا ما كرهتش تكونوا قدامي وكنغني بحالكم نتوما كتغنيو معايا. كنحس كنسمع الصوت ديالكم دابا. معظم اليوم جايت كيتيسوها بغيت النجلات بختة زينة البنايات العاوجة بن الهوارية. تب 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 بختة نور تنادي كي تميل بختك يا يرغبها مرادي منيت الغالي خويا. هدبلت قلبي وحدي كي تميل بختك يا سلوى ود الخالدي ديما شافت في الدنيا يا جاني راجل بالشاير صابتو بختة في لاكار سلاتو يجي عندي للدار عيد لينا خبر بالخفية. جاني على نص نهار صابني مهموم ومدراير هبلي بحنا والتفكار خاطري عندي اللي بيا. جاية فيك ليش مراسيا كي امير الجيش الرقبة كي طورنيش صافية والوجه مرايا. بختة عود العرايات زينها ما كسبوها ريام يرغبها مرادي منيت الغالي خويا. هدبلت قلبي وحدي
كيتي مال بختك يا سلو عود الخالدي دايما شعبت في الدنيا يا ما تنساوش بارطاجي.